الحبيب منهمك بأعماله واستقراره المادي واستقراره العائلي، وهو ربما يريد أن يقدم لك عرض جدي إذا كنتما غير مرتبطين. ممكن أن يكون الحبيب في وضع مادي صعب قليلا، وأنت تطلب منه الاستقرار والارتباط، وهو الآن في وضع متعب من هذه الحياة والأحمال الثقيلة التي على كاهله، وهو يريد أن يقدم لك عرضا جديا بالارتباط احتمال، وبأن عرضا جديا يكون عرضا قوي مادي وعاطفي. وربما يكون هذا الحبيب قد مر في وقت أوقات جدا صعبة في حياته، فهو يظهر لي بهذه الطاقة أن هناك تغييرات كبيرة طرأت على حياته من فترة، وهو الآن في وضع صعب وحمل ثقيل، ويحاول أن يكون يحافظ على استقراره وعلى ثباته، استقراره المادي والعائلي أو العاطفي. وهو شخص متوكل جدا على الله، قوي ومعتمد على الله اعتمادا كليا في حياته. طاقتك لهذه القراءة، أنت هنا تحاول أن تقاوم، تحاول أن تكون قوي، تحاول أن تدافع عن نفسك، فأنت تجد نفسك في مأزق ولا تقدر على الخروج منه إلا بقوتك وبعزيمتك. فأنت تحاول أن تثبت أفكارك وتثبت بأنك أنت على حق، وتحاول أن تصل إلى ماذا تريد بكل قوتك. لا أدري ماذا. فأنت هنا في الطاقة العامة، فيظهر لي بأن طاقتك هناك قد تبعثرت، وأنت فقدت الصبر في الطاقة العامة. هنا تريد أن احتمال أن تكون قراراتك هنا متسرعة، وتحاول أن تصل إلى هدفك بأسرع وقت ممكن، ولكن هذه الورقة تنصحك بأن تتخذ، هذه جاءت مقلوبة، بأن تفكر جيدا ولا تجعل الغضب والفقدان الصبر يحرفك عن الاتجاه الصحيح. تحلى بالصبر وبالهدوء ولا تتترى. طاقة الحبيب هو في طاقة انتظار وصبر وترقب أيضا. هو يريد أن يكلمك، احتمال بأنه يريد أن يكلمك ويقول لك شيئا، احتمال بأن كما قلت هناك طاقتين تظهر لي، احتمال بأنكما على تريدان الارتباط ببعضكما، وأنت لنفرض أنك أنت أنثى وأنت تريدي منه أن يتقدم بخطوة جدية باتجاهك، ولكنه هو متعب من هذه الحياة جدا، وهناك أعباء كبيرة على عاتقه، وهو الآن ينتظر ويترقب الوقت المناسب للقدوم إليك لأخذ خطوة جدية. أنت تشعر بأن الحبيب يحاكمك دائما، يحاسبك على كل أخطائك، على الكبيرة والصغيرة، لماذا فعلت هذا؟ لماذا قمت بهذا؟ أنت دائما لا تقدم لي شيء، أنت دائما لا، هو يحاسبك. عفوا سأفتح الباب، عفوا، أعتذر لكم عن الانقطاع. كما قلت، أنت ترى الحبيب بأنه
يحاكمك على الكبيرة والصغيرة ويضعك دائما في موقف محرج لا تعرف أن تخرج منه، أو أنك تشعر بأن الحبيب قد حصلت له كارما بسبب شيء ما مر له في حياته، مر معه في حياته. الحبيب يشعر بأن الأمور بينكما ربما أكثر من احتمال سأعطيكم، يشعر الحبيب بأنه ربما هذا الحب الذي بينكم وهذه العلاقة التي بينكم قد انقطعت وانتهت، أو يشعر بأن في حياتك أنت قد مررت بتغييرات جذرية كبيرة أثرت على حياتك، وأنت الآن في حياة جديدة تريد أن تشق حياتك بطريقة جديدة غير الحياة التي كانت معه أو كنتما مع بعض في السابق. فكما أرى هنا بأنك أنت تح بأن الحبيب كان يحمل حمل ثقيل، وهو قد مر في أشياء صعبة في حياته، وبفضل قوته هو الآن يحافظ على استقراره المادي والعملي. ربما تغير كل شيء في حياته وأنت تشعر بهذه الطاقة، بأن الأمور كل شيء في حياة هذا الشخص قد تغيرت، وكأنه هناك شيء إلهي أو قدري حصل معه غير هذه الأمور بشكل سريع، وأنت تشعر بأنك فقدت الصبر من هذا الشخص ولم تعد تقوى على الانتظار. نوايا الحبيب، هو ينوي أن ينتظر ويبتعد قليلا، وهو ينوي على المراقبة والاحتفاظ بك في قلبه وعقله، ولا يتركك، لا يبتعد عنك عن تفكير لا يبتعد عن التفكير بك، فأنت في قلبه وعقله دائما، وهو يحاول الآن أن يحافظ على استقراره المادي ممكن لكي يعود إليك بعد هذا. فهو هذا الإنسان، أنا أرى في هذه الكروت بأنه ربما يعاني هذا الشخص من الحالة المادية الصعبة، هو ينتظر شيء ما للتقدم إليك أو للمجيء إليك. إذا كنتما في علاقة جديدة هو ينوي الاستقرار المادي أو أولا، ثم يأتي إليك بخطوة جدية. وإذا كنتما في علاقة منفصلين هو في وضع صعب، أنت هو يحتفظ بك في عقله وقلبه ومتمسك بك، ولكنه لا ينوي على عمل أي شيء غير الانتظار والترقب في هذه الفترة. احتمال بأن هذا الشخص لديه علاقة ثلاثية، عنده علاقة ثلاثية، فهو يريد أن يخرج من هذه العلاقة، هو يريد الانتظار قليلا والمحافظة على هدوئه والخروج من هذه العلاقة. ربما يكون عنده عمل كبير، ليس بالشرط العلاقة الثلاثية امرأة، ربما يكون لديه عمل كبير وحمل كبير، وهو يحاول أن يخرج من هذا الحمل الكبير الذي في حياته، ينتظر قليلا لكي يحصل على هذا الاستقرار المادي. نتيجة هذه القراءة كلام واضح وصريح بينكما، سيحصل بينكما في هذه الفترة كلام ومصارحة بشكل واضح وصريح، وربما يكون هذا الكلام بينكما قاس على الطرفين. احتمال بأنك أنت، لأنك أنت غضبان منه جدا، وأنت شخص هنا قد نفذ صبرك، احتمال بأن يكون بينكما كلام، ويكون بينكما هذا الكلام
جارح وقاسي. نصيحة هذه القراءة تقول لك هذه البطاقة: عش حياتك واستمتع بحريتك وحافظ على استقرارك المادي في هذه الفترة وعلى أعمالك، وانظر واهتم بأعمالك. فهذا الوقت ليس بالضرورة بأن تكون مع بعضكما البعض، أنت بحاجة إلى أخذ وقت أيضا تكون به لنفسك، ربما لتشحن طاقتك الإيجابية من جديد. فأنت في وضع صعب الآن، في هذه الطاقة الوضع صعب، أنت تريد أن تكون تعيش بشكل حر، تخرج تفرح، تعيش حياتك قليلا لكي تخرج من هذه الطاقة التي أنت بها الآن. فأنت عديم الصبر ومتعب جدا في هذه الفترة. هذه نصيحة هذه القراءة، ربما يكون في تتغير الطاقة في الفترة القادمة. سأحاول أن أعطيكم نصيحة لهذه القراءة. القراءة تقول: السعادة موجودة في كل مكان يحيط بنا، فقط افتح عينيك وانظر جيدا، فأنت بنعمة يحسدك عليها الكثيرون. ربما أنت أيضا في نعمة يحسدك عليه الكثيرون، فأنت ربما تكون في وضع مادي جيد، وهذا وضع هذا الشخص وضع صعب، فأنت في هذه الفترة بنعمة. راعي مشاعر الآخرين، تقول لك البطاقة: راعي مشاعر الآخرين واترك دائما أثرا لكلمة جميلة. هذه تؤكد لي هذه البطاقة، هذا الشخص كلامه صحيح بأنه كلام واثق من نفسه، وكلام كالسيف، كحد السيف، يخرج في الوقت المناسب، ولكن أحيانا هذا الشخص يجرح في الكلام، يقول كلام صعب يندم عليه لاحقا. فتقول لك هذه البطاقة: راعي مشاعر الآخرين واترك دائما أثرا لكلمة جميلة. تكلم ماذا تريد، تكلم مع هذا الشخص ما تريد، وقل له ماذا تطلب، ولكن لا تكون فاقد الصبر وعصبي، وحافظ على مشاعر الآخرين. سأأخذ من الرومانس أنجل أيضا. هذه البطاقة تقول: ربما يكون هذا الشخص هو السولميت أو الشخص المناسب في حياتك، وربما تكونان في علاقة زواج وتكون هذه العلاقة سعيدة. فأنا كما قلت في البداية، ربما تكون هذه العلاقة علاقة أنتما متعرفين على بعضكما منذ فترة، أنتما مرتبطين، وأنت تريدين منه أن يتقدم للخطوة، ولكن هذا الشخص وضعه المادي أو وضعه العائلي صعب، وهو يحتاج فترة لكي يجهز نفسه ويقوم يتقدم لخطبتك. تقول هذه البطاقة: هذا هو شخص مناسب، ربما يكون هذا الشخص هو السول ميد. هذه البطاقة تقول: هذه إذا كانت بينكما أي مشاكل عائلية فستحل. احتمال بأنه يكون بينكما مشاكل من طرف أهلك أو أهلهم، وهذه المشاكل بإذن الله ستحل. شكرا لكم مواليد برج العقرب على هذه المشاهدة، وأرجو أن أراكم في فيديو قادم إن شاء الله.